دلوقتي هنعمل الكريب المكرونة. يعني ايه هنعمل كريب مكرونة؟ الاول عايزين نعمل الكريب، والكريب علشان نعمله عايزين كوباية ونص لبن، كوباية دقيق، وبيضة بس. خلاص هو ده مكونات الكريب. عايزين بقى تضيفوا اي حاجة زيادة انتوا حرين، يعني الفانيليا مثلا، اللي عايز يحط سكر، لو حد عامل كريب مالح بالسمك وبالحاجات عايز يحط شبت، عايز يحط بقدونس، اللي انتوا عايزينه. بس المقادير الأساسية بتاعة الكريب هي كوباية ونص لبن، كوباية دقيق، وبيضة. هي دي المقادير بتاعة الكريب. طيب خلينا نخلطهم كلهم مع بعض. تمام. طيب هناخد دلوقتي نتأكد بس ان كله اتخلط. مش كله اتخلط، فلازم نتأكد ان احنا كل المقادير عندنا اتخلطت مع بعض. طيب هحط هنا بس شوية زيت صغيرين جدا، لأن كل مرة هحط يعني نقطة زيت في الطاسة، نقطة بمعنى نقطة. فبس إيه، أول واحدة كده هحط شوية، برضو قليلين زي ما انتوا شايفين، بس أول واحدة هي اللي بتاخد يعني يمكن نص معلقة صغيرة. بعدين بعد كده بنحط يدوب نقطة من الزيت. في ناس بيحبوا يحطوا مع الخليط نفسه، أنا بحب أحط في الطاسة الصراحة. طيب هناخد الخليط بتاعنا. عايزين سكينة بدائية، السكينة البدائية دي أنا بحبها جدا جدا. لازم يسخن كويس قوي قبل ما نحط الخليط بتاعنا، يعني يلا. طيب بإيد بنمسك الخلاط، أو يعني اللي احنا حاطين فيه العجينة، والإيد التانية هي اللي بقلب بيها، بحيث إن أنا أحس إن أنا غطيت قاع الطاسة بتاعي كله بطبقة رقيقة مش طبقة تخينة، يعني كده. كمان خلاص مش هحط أكتر من كده، هو ده العيار الممتاز للكريب بتاعي. هخليه بقى على النار لغاية ما يبتدي الجناب كده أحسها ابتدت تفصل، فده معناه إن هي إن هو من تحت استوى، فبقلبه على الناحية التانية. عايزين حاجة كده إيه تساعدنا نقلب الكريب، لأن دي مقاسها كبير شوية، لو مقاسها كان أصغر كان ممكن نقلبها بالسكينة عادي، بس لأن مقاسها كبير شوية فعايزين حاجة تساعدنا نقلب الكريب بتاعنا. أول واحدة بس، أول واحدة مرات بتغلب شوية. طيب كده بنبقى حمرناها من الناحيتين، وبعدين بناخدها بنطلعها وبنفضل نعيد ونزيد بقى لغاية ما الكمية اللي عندنا كلها تخلص. بعدين هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف. هناخد الكريب اللي عندنا اللي معمول اهو، وهناخد واحدة واحدة بالشكل ده، وهلفها كده اهو. وهقطعها رفيع خالص. يعني شايفين الواحدة عاملة ازاي؟ زي المكرونة، شفتوا؟ هعمل كده بقى في كل الكمية اللي عندي، هقطعهم رفيع.
على أساس إن هم مكرونة. دلوقتي إحنا خلصنا تقطيع الكريب، وهناخده بقى نحطه في الطبق وهنعمله معاملة المكرونة. طيب هنعمل إيه؟ شوف، هناخد الكريب بتاعنا اللي بقى عامل زي المكرونة بالظبط، وهنحطه كده هنا. كده اهو. شايفين بالظبط شكله زي المكرونة. هناخد الصوص اللي عندنا. عندنا صوص عبارة عن ايه؟ عصير فراولة. جبت فراولة طازة وحطيتها في الخلاط مع شوية سكر فقط، مش اكتر من كده. هناخدها نحطها على كده شوية على المكرونة، يعني الصوص بتاعتها. شايفين؟ وهناخد دلوقتي الشوكولاتة دي اللي هي كأنها شكلها زي الكفتة، يعني هي بالظبط عاملة زي ما تكون كفتة، فهناخدها نحطها كده. نحط دي في النص. شايفين بالظبط كأنها مكرونة بالميت بولز. وهناخد دلوقتي شوية شوكولاتة بيضة، واللي هنحطها على الوش كأنها الجبنة المبشورة. ايه رأيكم بقى؟ فكرة بسيطة خالص، بس اكيد الصغيرين هينبسطوا جدا بيها، واكيد هينبسطوا لما يعملوها كمان معاكو. فيعني تغيير عن اللي احنا متعودين نعمله. شايفين الطبق اهو. Thank you.